العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في حديث صافا غريب عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، وغرابته ليس لأنه يحتوي على قضية خلاف الدين، لا، استغفر الله، غريب على أن الإمام صلى الله عليه يقرأ الوضع، يقرأ الواقع. اسمعوا لأمير المؤمنين في بداية هذه الحلقة، وإن في واقع الحال تأخر بثها بخلل كان، ولكن عموما ما يمكن أن نكون في خدمتكم في هذه الدقائق. استمعوا لعلي. قال أمير المؤمنين صلى الله عليه: من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال. من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل. عجيب انصاف الرواية، عجيب انصافا. تتحدث هذه الرواية عن قضية أنه الدين لابد أن يكون مصدره متين. أنا إذا أخذت الدين من فلان وفلان، والله فلان قال وفلان حكى وفلان ما أدري ذكر، هذا إذا كان ديني أخذته من فلان وفلان فلا إشكال أنه نفس فلان أو غيره من الناس هم الذين يخرجوني عن الدين، لأنه إذا أن نتبع الدين لأنه فلان قال، غدا يقول حكاية أخرى أيضا أخرج عن الدين. أمير المؤمنين يوجه الأمة إلى قضية مهمة جدا، أنه أيها الناس، أيها المؤمنون، ليكن مصدر دينكم ومصدر عقائدكم ومصدر مبادئكم المصدر الحقيقي والصحيح والرصين الكتاب، القرآن الكريم، والسنة المطهرة، الأحاديث الشريفة الصحيحة، الأحاديث الشريفة المتقنة. هذه تجعل الإنسان على أي حال على السكة، فلا يزول عنه الدين حتى لو زالت الجبال عن مكانها. أما إذا أنا أفتح القناة الفلانية ويطلع واحد يتكلم عن الدين وعن الإسلام وعن الحوزة وعن المرجعية، طبيعي إذا كان هذا هو اللي جابني إلى الدين هو اللي راح يطلعني من الدين. وإذا كان الدين حصلته من فلان شخصية أو فلان حسب تعبيرنا قائد أو فلان مفكر، هذا المفكر وهذا القائد وهذا الرجل يوم من الأيام هو يزل، يوم الأيام هو ينحرف، فأنا شنو؟ أنا هم أنحرف معاه يعني؟ طبيعي، لأن إذا كان مقياسي لمفاهيم الدين ومقياسي لحقائق الإسلام أن فلان، هذا فلان مو معصوم، فلان هذا ما معصوم. وللأسف الآن إحنا، أنا شخصياً يعني أذكر لكم قضايا إنصافاً حصلت في السنين الأخيرة، في السنين الماضية، أن أشخاص كانوا على الطريق الصحيح وكانوا على المنهج الصحيح، ولكن غرهم الشيطان، غرهم الشيطان، غرتهم المصالح، غرتهم الدنيا، فانحرفوا. فإذا كان أنا ديني متعلق بهؤلاء طبيعي ما راح أبقى على الطريق الصحيح، راح أطلع، سأخرج عن الدين، لأنه مستندي ومصدري ومدركي وعلى حال الركن اللي أنا أتكي عليه هو هذا. ف
فإذا زال زلت، وإذا خرج خرجت. أمير المؤمنين هو الجميل يقول: من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، يعني أزالت الدين عنه وزال عن طريق الحق، نفس الرجال هم اللي طلعوا من الدين. لذلك أيها الأحبة، لا تقول والله قال فلان رضي الله عنه، فلان مثلا كذا، أو فلان مدري، هذا فلان فلان منه، فلان فلان منه سيدنا، هذا شخصية، هذا تاريخ كذا، هذا على رأسي ما عندي مشكلة، ولكن هذا فلان مقولاته، كلماته، أفكاره، وقضاياه اللي يطرحها من الكتاب والسنة المطهرة، من الأحاديث الشريفة الصحيحة، لولا من الغث والسمين، من المجعولات والمزورات. تدرون التزوير على الدين شيء مهول، شيء مهول في تاريخ الإسلام، أحاديث وضعوها وأخذوا الأموال في وضعها. زين، هاي الأحاديث اللي بالتزوير وضعت، اللي بالكذب جعلت، هذه إذا هذه على حال هي مستندي، إذا هي مستندي وهو إله. فتعالوا أيها الإخوة الأعزاء، أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، وقبله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وقبلهما القرآن الكريم، يتحدث على أن الإنسان إذا أراد أن يكون في السبيل الصحيح والطريق المستقيم لا بد أن يكون اعتماده على المصدر الصحيح. ما آتاكم الرسول، شو القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين، أنا شقيد رسول الله يلعب دور في حياتي، شقيد يعني أد أسأل أنه نسبة تأثير رسول الله في حياتي كم؟ واحد قد يسأل يقول سيدنا شنو هالسؤال، ما معقول المسلم الرسول الله هو كل حياته أو كل وجوده هو تابع لرسول الله. لا، هذا شعار، هذا شعار، الله شاهد شعار. شلون؟ الآن أنتوا روحوا إلى المجتمع وانظروا إلى أفعال الناس، وانظروا إلى تصرفات الناس، انظروا إلى صلوات الناس، الناس يصلون، شوفوا صلواتهم، شوفوا وضوءهم، شوفوا معاملاتهم بالسوق، هل تنطبق مع تعاليم رسول الله أو تنطبق مع تعاليم فلان وفلان وفلان؟ الله شاهد، كنت في مكان عظيم وكبير فيه كثير من المسلمين، فرأيت تصرفات لم ينزل الله بها من سلطان، يعني الله لا قايل لها ولا رسول الله قالها ولا على أي حال نبه إليها القرآن الكريم، ولكن الناس يفعلوها وملتزمين فيها، ملتزمين فيها. فقلت للواحد: سبحان الله، شوف هذا الذي يعمله الناس ومتمسكون به الناس لم يقله الله ولا رسوله، ولكن لأنه قاله فلان، لأنه انتسبوا إلى فلان، لأنه ارتبطوا بفلان، فصار المعيار فلان، وهذا يخلي الدين بالنسبة لي متعلق بفلان. فلان انحرف أنا انحرفت، فلان استقام أنا استقمت. هذا يخوف أخواني، هذا خطير، هذا خطير. لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في جزء كبير من حياته، في جزء كبير من حياته كان ينبه أيها الناس: علي بن أبي طالب، عليكم بعلي، علي حال علي مع الحق والحق مع علي، علي لا يزيغ، علي هو الميزان، علي هو القرآن الناطق. شوفوا هذه ليش يقولها، يعني شنو، لأنه صهرة يعني زوج بنته، لأنه زوج بنته؟ لا، لأنه أراد أن ينطي مقياس صح. أيها الناس، ترى بعدي كرسول الله، بعدي راح كل واحد يقول أنا الحق وأنا الإسلام وأنا الصح، فديروا بالكم ترى عندكم ميزان، هذا الميزان خذوه،
خذوه وهو علي، ميزان الحق علي، القرآن الناطق علي صلوات الله وسلامه عليه. والآن بعض الناس يقول سيدنا شنو هذا التعظيم لعلي بن أبي طالب؟ هو ليس تعظيما، هو بيان واقع، بيان واقع. لما رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم عن فضائل أمير المؤمنين، في الواقع الحال بعض النفوس ما تتحمل حجم وعظم فضائل علي بن أبي طالب، يقول هذا ما معقولة. لا، معقولة، موجودة، وروايات متفق عليها بين فرق المسلمين. فإذا أردنا أن نبقى على الصح ونبقى على الطريق المستقيم، لابد أن يكون مستندنا مستند قوي، مستندنا مستند لا يزول ولا يزل ولا يضل ولا ينحرف. لذلك ماذا قال روحي فداه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلان، ما إن تمسكتم بهما. ثقلان، ثقل وثقل، ثقل يعني وزن. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، شكيت لطيف وشكيت واضح. الإنسان يكون في واقع الحال دينه يأخذه من كتاب الله وعترة نبيه، وعترة نبيه. ليش ما تقولون سيدنا وسنة نبيه؟ لأن السنة دخل فيها الكثير، دخل فيها الكثير، وزور فيها الكثير، بني أمية وبني العباس، أنطفلوس، أقلام مأجورة، وضاعين، محدثين، كذابين، دجالين، كتبوا أحاديث أبدا لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال رسول الله يا جماعة ستكثر من بعدي القوالة، راح كل واحد يقول قال رسول الله. قال يا رسول الله شلون نفتهم الحق احنا؟ شلون نفتهم الحق؟ قال اعرضوا كلامهم على كتاب الله، ان وافق كتاب الله فخذوه. فالمقاييس وضعها رسول الله صلى الله عليه واله. لذلك انا اجدد قراءتي لهذه الروايه المهمه والاساسيه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال. من أخذ دينه من أفواه الرجال، يعني نظريات فلان وكلمات فلان وكتب فلان، أزالته الرجال. ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال، الجبال تروح ولم يزل، يبقى على الطريق الصح. هذه هي رسالتي في مثل هذه الليلة، ونحن نعيش صراعا فكريا عقديا وصراعا ثقافيا كبيرا. لابد أن نكون على حذر مما يصدر، مما يصل إلينا. مو كل شيء اللي يوصل على السوشيال ميديا صح، ولا كل شيء اللي ينتشر هو حق. لابد أن نخلي ميزان، هذا الميزان لابد أنه نقيس الأحاديث اللي توصل لنا، الروايات اللي توصل لنا، نقيس على هالميزان أنها يمكن أن نصدقها أو لا يمكن أن نصدقها. نعم، عندي متصل. نعم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، أنا أشتغل محامي، فتعرف الموظفين، فتواجهنا دائما مشاكل أنه الموظفين يبتزوننا ويسوون لنا مشاكل، يأخرون بعملنا، فنضطر نمطي. فننطي ما أدري نسميه رشوة، مهم فنحافظ على شغلنا بالضبط، فنضطر ننطي. وإذا ما ننطي يضيعوننا هواي أمور، يعني الساعة يضيع لك معاملة كاملة، مرة يضيع لك سنة، مرة يضيع لك ورقة مهمة بالمعاملة. فالحل الوحيد أنه ننطي. شنو حكم هذا؟ أحسنت، يعني كلام الأخ واضح على أنه بعض الناس في واقع الحال تقف أمامهم عثرات
تقف أمامهم تحديات، يقول أنا شو أسوي؟ أنا عندي شغل، عندي قضايا الناس، أكو مشاكل قانونية، مسائل في المحاكم. إذا ما أمشي هذه القضية والناس ما يصلون إلى حل لمشاكلهم وإلى حقوقهم، راح تبقى على حال هم عملي راح يبقى يعني غير منجز، وأمور الناس هم تمشي بسبب بعض الموظفين في المحاكم، بعض الموظفين في المحاكم، في الكاتب العدلي، في ما أدري، في مراحل القضايا والدعوة، يقول يبتزونا، انطي نمشي، ما تنطي احنا نضيع الملف، نضيعه ورقة نشيلها من الملف. يقول سيدنا احنا مش نسوي، مضطرين. نعم، اذا كان الفساد ولا زال هكذا للأسف الشديد، ويضطر الإنسان أن يدفع مال حتى يمشي حقوق الناس وأموال الناس ومشاكل الناس. يعني واحدة تقول سيدنا أنا مشكلتي أنه في الأحوال المدنية، أحوال الشخصية، لازم يصدروني مثلا جنسية، أو يصدروني مثلا على حال حجة ولادة أو مستند زواج، وعندنا مشاكل، لازم نسافر، وعندنا مريض، وكلها متوقفة على مثل جواز، وهذه كلها تحتاج إلى تمشية أمور. إذا ما ينطون فلوس ما يمشيها، ما يمشي، تبقى القضية هكذا. وأنا شخصيا يعني جاءت، أنا شخصيا ابتليت على أنه أولادنا كان لهم على حال حقوق معينة، كان لهم قضايا، يضيعوها الملف، يضيعوه، وين الملف ما ندري. ليش؟ حتى لا يمشي، لأن أنت ما تدفع، الآخر يدفع، أمشي شغل الآخر وأنت أخليه شغلك. فالإضطرار يجعلني ويدفعني على أن أدفع المال الحرام، أدفع المال الحرام رغما عن إرادتي، رغما عن نفسي. لا إشكال في ذلك إن كنت مضطرا، لا إشكال في ذلك، ولكن يبقى المال المدفوع للذي أخذ المال يبقى مالا حراما، وسيحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا. نعم. خالد تفضل أخي. ألو. حياك الله خالد، تفضل. السلام عليكم، شلون سيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا سيد، بالنسبة سؤال عندي. تفضل. لا تفضل، الكابون مع النفط سيد. شلون؟ الكابون مع النفط، تبيع النفط. الكابون إيه؟ إيه، بيع حلال حرام. أبيعه يجوز أو لا؟ إيه، لا تنسى من دعاتي. الله يبارك فيك يا أخ خالد ويعطيك العافية، حياك الله. جناب الأخ الكريم يقول أكو الآن كوبونات يوزعوها لحصة النفط في أيام الشتاء، يعني أعلنوا بس الآن ما وصل شيء ولله الحمد. زين، يقول هذه الناس يبيعوها، ما يحتاج نفط، عنده غاز، عنده ما أدري أجهزة تدفئة، يقول ما أحتاجها، أقدر أبيعها. لا إشكال في ذلك، حصتي أنا ما أريدها، أقدر أقول له يا بي أنا ما أخذها، انطيني بدلها، لا إشكال في ذلك. إذا لا توجب، اسمعوا جيدا، لا إشكال في ذلك إذا لا توجب خللا واضطرابا في السوق. راح يقول لا، ما يصير اضطراب سيدنا، هي برميل نفط أو أقل من برميل نفط، أنا أبيعها لأصحاب المولدات يسوون منها غاز كذا، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك بحد ذاته، لا إشكال في ذلك. نعم. أبو كاظم تفضل أخي. السلام عليكم سيد، شوكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. سيد، أكو بعد المحافظات. نعم. شيوخ عموم يعني ما العشائر. بلي. مستخدمين كل شيخ عنده شرطي. صار لسنين الشرطي هاي صاحب قاعد، وجاب الشرطي أخذ راس من القيادة، شيء يعني حلال حرام هاي؟ يعني بعنوان حماية لشيخ العموم، حماية؟ سائق، هيك سائق ماسته. بلي. يعني هو شيخ عايز الشيخ، كل شيخ عشان هو عايز. واضح. هذا سؤال الشيخ، أشكرك. واضح أبو كاظم، واضح، حياك الله حبيبي. شوف عيني أبو كاظم، أنت تتكلم على أنه شيخ عموم أو شيخ عشيرة
أو قاضي قاضي أو مثلا رئيس جامعة، ذولا عندهم حماية، عندهم حماية سواء سائق أو يا مرافق أو كذا. هذا يجوز أو ما يجوز؟ الجواب، الجواب ما يقوله القانون. شو يقول القانون؟ إذا كان أمر قانوني، أمر قانوني وحسب السياقات القانونية ما في مشكلة. يعني شو المشكلة إذا أنا أحس أنه حياتي في خطر وأكو تهديد مثلا ويخلوا لي مثلا حماية؟ يقول لا سيدنا، خو من أولاد العشيرة خلي يوقفوا له. على أي حال إذا كان السياقات القانونية تجوز هذا ومرخص فيها قانونا، سمحت سيدي يقول لا أشكال في ذلك. ليش؟ حسب سياقات القانون. نعم قد يقول يا سيدنا ترى أكو نوع من الإجحاف، أكو نوع من الظلم، واحد حاطي له مثلا 10 و15 هو ما يسوى أصلا، ما حد يعرفه. هذا خلل، خلل في التطبيق، خلل في تطبيق القانون، خلل في إدارة المؤسسة الرسمية في هذا المجال. هذا الخلل احنا ما نقبله، احنا ما نقبله ان واحد يقول يابا اكو حماية شخصيات او كذا. هاي حماية الشخصيات فد قسم، يعني فد وحدة وشعبة في الوزارة، وعدهم هالشكل، عدهم هالشكل نظام، فشنو مشكلتكم انتو؟ اقول لا اشكال في ذلك حسب القانون، ولكن اكو شخص لا احد يعرفه ولا احد يقيمه، ولا هو قاعد ما ادري بالعراق، لا انه عنده نشاط، لا عنده كذا، حاطي له 10 و12 يخدمون مثلا اولاده ويخدمون مزارعه ويخدمون جماعته، هنا نقول هذا خلل، هذا خلل في من؟ خلل في تطبيق القانون. واحنا اشكالنا على الخلل، اما اصل القضيه الجهات الرسمية أعرف بها. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. زحمة، هل صحيح أنه عند الأذان في صلاة الفجر ننتظر بعد الأذان 17 دقيقة حتى نبدأ بالصلاة؟ سؤال كثر هذه الأيام، أنه هل هناك فتوى جديدة في مسألة صلاة الصبح لما يأذن أذان الفجر، أذان الصبح لما يأذن، هل لابد أن أتأخر 14-13 دقيقة حتى أصلي؟ نعم، الجواب نعم، هناك احتياط وجوبي عند سماحة السيد أن الإنسان لا يصلي صلاة الصبح إلى أن شنو؟ ينقضي عن دخول الفجر. شوفوا دخول الفجر ينتظر 13-14 دقيقة. شلون يعني دخول الفجر؟ يعني من يقول إن الله وملائكته، يعني يبدأ الأذان يعني دخل الفجر. فالأذان قد يطول، هو الأذان نفسه 5 دقائق، الأذان قد يطول 5 دقائق، وبعد الأذان فرد 6-7 دقائق، بعدين قم صلي. واضح؟ فلا بد أن يكون هناك، ليش؟ احتياط عند السماح السيد لوجود روايات في هذا المجال، فقال احتاطوا، والاحتياط هنا مهم. السواحل يقول أنا شلون كل حياتي كنت أصلي عند ارتفاع الأذان، يعني عندما يؤذن أنا أقوم أصلي. على حال ما قمت به لا إشكال فيه، ما نقول صلاتك باطلة لا، ولكن احتياطا أنه تلتزم بهذا الالتزام. نقول أنا الآن ما أريد ألتزم، أرجع إلى غير السيد في هذه المسألة. تقدر ترجع إلى غير السيد الأعلم فالأعلم في هذه المسألة، ما في مشكلة. نعم حسين تفضل. نعم ما أسمع صوت حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أحسن بما حرام واحد. صوت حسين تقطع. احنا عندنا محسوسين بالقانتين. انقطع صوته غير جعفر تفضل. اخ جعفر، ابو جعفر تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. حياكم الله سيد. السؤال نعم
سيدي ما بعرف ليش تاخذ من عندي فلوس وانا ما ادري تاخذ من جهتي. عفوا صوتك غير واضح، شنو؟ سيد زوجتي تاخذ من عندي فلوس من جيبي ما ادري بيها. زوجتي تاخذ الاموال من جيبي وما ادري بيها بدون اذن بدون عني. اي فشنو سؤالك انه شنو حكمها؟ شنو حكمها هاي؟ مشكور يا اخ ابو جعفر خدمتك. حسين تفضل. حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندنا محل نبيع بنزين حلال أم حرام؟ ماذا تبيع؟ بنزين. بيع البنزين. نعم نحن فايدين المشترى يعني. خارج المحطات. نحن مولدات وستوتاهم سايكينها كده محتمدين علينا. خارج المحطات تبيع بنزين. نعم. واضح. المحطة بعد 20 كيلو رجعنا. بلي بلي. مشكور يا أخ حسين. بعد المحطات. نور تفضلي نور. الله وبركاته. حياكم الله تفضلوا. سؤال سيد. نعم. مرر. ولقينا كم أوراق باش تبرد. كل مكان يعني ما بيتبرد. صوته مو واضح نور شوي، صوتك خلي يكون واضح، ما مو واضح عندي. نعم. عثرتوا على شنو؟ عثرتوا على ايش؟ القرآن. عثرتوا على قرآن في السوق يعني؟ اي نعم. اي مو واضح صوت اخ علي، صوت الاخ نور مو واضح. عثرت على قرآن ما فهمت ايش صار. خل تتصل مرة أخرى. نعم أبو محمد تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تزوج بالنسبة للمثل الأحمر الفجر أي تأخير 15 دقيقة. بلي هاي مرتبط الدوام فما على حد آخر. بلي فلازم أصلي وأطلع يعني بعد الأذان إن شاء الله. بلي واضح انه تقول انا عندي دوام لازم بسرعه اصليها وركض اروح. واضح حياك الله ابو محمد. واضح. نعم نور تفضلي مره اخرى. تفضلي نور. حسن سيدنا جينا في المقبره. بلي الاوراق ما تنحقق يعني اوراق ممزقه. اي نعم ومنتشرة بكل مكان يعني. بلي وما بي علامة دالة يعني ما بي داخلة لا باسم كل شيء ما بي. فاحنا لمينا الاوراق مالته واخذنا للبيت يعني وغسلنا ورتبناه وخليناه بالبيت يعني ورميناه. ايه يعني هذا الفعل رقم لك صارت بمكاني شلون. واضح واضح حياك الله اخت نور سؤالك واضح. سيد رعد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سلمكم الله. عين سيدنا. نعم. بس صلاة الصبح يعني 13 دقيقة للفجر للقمر. هذه المسألة يظهر هواية مهمة كانت صلاة الصبح. حبيت أستفسر من عندك. شكرا 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 فقط تأخير فيها أو حياك الله بارك الله بك. عبد الله تفضل حبيبي. اخ عبد الله تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله والديك سيد. بس عندي مرات يصير عندي خطا لفظي اثناء الصلاه او تلكع يصير يعني اثناء الصلاه يعني ما اعرف شو اسوي. لو تبين شنو يعني تلكع اللفظي. يعني مرات يصير عندي خطأ باللفظ يعني مثلا يصير اللفظ خطأ عندي يعني شنو يصير مرات بالآية مرات بالتكبيرات أو هيك يصير عندي. واضح يعني تقول شنو اللي أسوي إذا أنا أخطأت مثلا بدل ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. مثلا نعم. قلتها بطريقة غلط أو حذفتها أو نسيتها فشنو. نعم. اللي أسوي. نعم واضح عبد الله. نعم. واضح. سؤال ثاني عندي ممكن. تفضل تفضل.
بالنسبة للصيد، الصيد البر بالصيد يعني الصيد دون الحاجة إليه، هل هذا فيه إشكال لو ما إشكال؟ يعني مثلا أنا أطلع صيد أجيب الصيد آكله، بس أنا ما محتاجة يعني لهذا الصيد. تأكله ولا ما تأكله هسه؟ لا لا أكله. جيد، يعني تأكله مو أنه الصيدة والذبة هتشي. لا لا ما ذبة، بس ما محتاجة يعني حاجة ماسة مثلا اللي أحتاجه. أسألك سؤال يا أخ عبد الله. نعم. يعني أنت تروح للصيد حتى شوية ترفه عن نفسك وتضايج وكذا، من نوع من الترويح عن النفس، مو تشي لو تقوية حسب تعبيرنا تقوية الرمي مالتك أو كذا، أكو غرض عقلائي للصيد لو لا بس للونسة؟ لا سيدنا مو للونسة، لأغراض عقلائية. نعم. وشكرا أخ عبد الله، شكرا. أبو زهراء تفضل. حياك الله. أنا حماية مرضود الدين. نعم. أنا حماية مرضود الدين. حماية إيش؟ قاضي جنايات. قاضي جنايات إيه؟ فالحكم يمنا مدام ممثل قرارة. فأنا تكليفي شنو؟ وما أنا إشكالي. أحكام شبيهة أحكام القاضي؟ الحكم يمنا القاضي يعني براءة أدام يعني ممثل. إيه، فشنو دخلك أنت؟ شنو دخلك بأحكام؟ يعني. ها تقول إنه القاضي يعني جاي يحكم إعدام ويحكم مؤبد، وأنا شنو علي شيء يعني هالشكل؟ نعم. واضح أخ أبو زهراء، واضح. حياك الله. حبيبي. أبو محمد تفضل. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشوف تفضل. بارك الله فيكم. سيدنا سؤالي عندي. تفضل. سيدنا الوالدة تقول ما أقدر أصلي على القاعدة سهوة إلا على الكرسي. لم يتمكن للصلاة على الأرض أو بشكل طبيعي. نعم إلا على الكرسي. أتألم برجلي والصدر وهذا. هو شلون وضع يعني صدق عاجز والدك لو لا ما له خلق يعني كسول. الوالدة لا يعني هي صدق عاجزة. نعم. عاجزة شو؟ عاجزة عن القيام، عاجزة عن الوقوف. لا عن القيام تقوم، تقول بس من بالسجود ما أتأذى شوي، أدي ألم. السجود ما تقدر. سؤالك نعم. سؤالك الثاني؟ سؤال الثاني أنا الشرطي، ودول الشرطة ويا يقولون سيد رشيد يقول الشرطة ما عليهم خمس ولا زكاة. هل هذا صحيح؟ لطيف، أحسن. يدعون أنه لا زكاة ولا خمس عليهم، زين. جيد، خوش تقولات. نعم أبو علي تفضل. أبو علي السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بك سيدنا، سلمكم الله سيدنا. بس أبدعه نزل التلفزيون عندك أو ابتعد عن التلفزيون وتكلم وياي أبو علي. أغاتي سيدنا أطلع عن الغرفة، أطلع عن الغرفة، خلي الجهال هم يشوفون ويسمعون صوتك. ما بعد أي شيء قاعد واحد. إيه أدري جاي أسمع صوتي أنا يمك، أطلع برا عن التلفزيون أو طفي. لا سيدنا ما كل أي سنة ولا عندي أي شيء، يعني التليفون شبكة. زين يلا تفضل سؤالك. سيدنا أنا عندي حمد فتوتة أشتغل بيها. شنو عندك؟ ستوتة أشتغل بيها. ستوتة للشغل إيه؟ أي والله، أو هاي صار شهرين ها ما أحس قوتي. لم أحصل على قوت. أي فما عرف ما أعرف إيش أسوي يعني. والديوانية عندنا تعبانة. بني. والله يعني وأنا مطلوب يعني شيخنا مطلوب، وين أطلع شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شبكة الرعاية ما عندك ملف؟ ما عندك؟ ما عندي والله. ليش؟ ليش ما عندك؟ ليش؟ السجل ما يطلع عندي. الله لا يوفقهم. الله لا يوفق الخونة. الله لا يوفق الخونة. ليش أقول؟ اسمعني. اسمعني أنت الآن، أنا ما أريد أخذ رصيدك، يعني أنت تقدر سد التليفون، أنا أريد أعلق على كلامك. سد التليفون، أنا بخدمك. ممنون شيخنا، ممنون. الله يبارك فيه. اللهم يسر له، اللهم يسر له، اللهم ارزقه. شوفوا يا أخواني، هيك المساكين ذولا
عنده ستوته بس ما عنده احد، ما حد يشغله، ما يحصل قوت يومه. وشبكه رعايه اجتماعيه، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عندها شبكه الرعايه مليارات، الله شاهد مليارات ميزانيتها. هم يعلنون، هم هاي قبل اسبوع اكثر او هالشكل، انا شفت التقرير ما ادري 93,000 95,000 انسان ما يستحق ومسجلين وسنين ياخذون 95,000 انسان، يعني 95,000 عائله تاخذ وهي ما تستحق، لان لو عندهم لو موظفين لو عنده تجاره لو عنده مكسب. وهالمسكين الله، هذا المسكين الله ابو علي وامثاله يروحون يقدمون اوراق وكذا، بس لا عنده واسطه ولا عنده رشوه ولا عنده كذا، يلقى الى الوراء ويبقى الرجال يقول انا متحير بعيشتي شو اسوي. يا ابو علي، امير المؤمنين يقول، امير المؤمنين يقول انه على اي حال ما تضور هالشكل، ما تضور انسان جائع او ما عانى فقير من فقره الا ومتع به غني. الفلوس اللي ما توصل لك رايحه لغيرك، والغير لك، وغيرك هم في الواقع خونه ولا يستحقون شيئا. وانا ما اريد، يعني ما اريد، انا الله شاهد من ادخل للبرنامج اريد ان ما اتكلم شيء على حال يتأذى من عندي البعض. وأدري الآن راح يتصلون وسيدنا ليش تتكلم على الوزارة، أنا ما أتكلم على الوزارة، لا أعرفها ولا يمها ولا كذا، أقول هناك مشاكل عويصة، مشاكل عويصة، اتقوا الله في هؤلاء المساكين. هذا لما ينام وأطفاله وجياع من المسؤول؟ بس يقولون المرجعية، المرجعية شنو مسؤوليتها؟ مسؤولية إدارة الدولة المرجعية؟ وين الدولة؟ وين الفلوس؟ مو الفلوس راحت لفلان وعلان، هاي صفقة القرن إلى الآن خوجة يشوفون، صفقة القرن جا يشوفون، طمطمة طمطمة، ضمضموا كذا طلعوا وما أدري كفالة، هذه كلها خيانات واضحة، خيانات واضحة. رجل مجرم سرق الأمة وأكل التريليونات، تريليونات مو مليارات، يعني آلاف المليارات أكلها، والآن يلا حتى لا يكشف المستور ولا يبين منه الكذا، وأكلوا وأكلوا وعلى أي حال يعيثون في الأرض الفساد. وبعدين يقول إحنا دولة على أي حال نريد العدالة، وين العدالة؟ وين العدالة؟ بيناتكم توزعوها. الله لا يوفق، لا يوفق كل خائن، قولوا آمين. الله لا يوفق كل إنسان ظالم، قولوا آمين. أنا أتأذى أشوف واحد مسكين الله جوعان وأولاده كذا، ونشوف الأموال وكذا تنهب من هنا وهناك. على أي حال، أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام حجية، حياك الله. الله يخليك سيد. أنا بسأل سؤال، أنا جد يعني بيبيتي توفت يعني سنة 83، وبقى الكفن يعني كان جاي الكفن من جايبي لها من مكواز، فظل الكفن يعني حد الآن يعني من السوعة ما كفنوها بي، وظل الكفن حد الآن حتى حايرين يعني إما يعني طول هاي الكفن عفوا سنين يعني ما كفن. كفن جدتك؟ إيه كفن جدتي. وهي توفت سنة 83؟ إيه نعم. وهذا الكفن وين الآن؟ يم والدتي طامته يعني موجود عند الوالدة. اي والله. فهو ضمن ضمن الإرث بعد يعني أتو يعني يدخل ضمن الإرث. هسه أجاوب إن شاء الله. مشكورة يا أم عبد الله، مشكورة. محمد تفضل. محمد أخي محمد. حياك الله محمد. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندي سؤال بخصوص واحد مطلوب. نعم؟ لا واحد مطلوب مثل الذنوب له الصلاة صوم يجي وفد مثل بالدنيا، فأنا شون بالدنيا أدري هذا الإنسان يطلني وفدي بلا أثره مطلوب أنا بالدنيا أتوفي ما أعرفان. هو على قيد الحياة لو توفى بابا على أنا على قيد الحياة تكون أنا قبل أرحل أكون على مروحي ما أعلم إيش
يعني أريد أن أبرأ ذمتي وأنا بالدنيا. نعم وأنا بالدنيا كنت أبرأ ذمتي قبل أحد كن ما علي ذنوب. إيه فشنو المطلوب تقول؟ أدعس مثل هذا المطلوب أعرف شو مثل فماذا أفعل؟ مشكور يا محمد مشكور واضح سؤالك حلو. آخر اتصال أبو علي اليوم على حال إحنا شوية تجاوزنا الوقت باعتبار تأخرنا في البرنامج. نعم تفضل أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. سيدنا أنا أخذي ذهبي من زوجتي الذهب. نعم. وضحت من ذاك اليوم بال 2005 ضحت 900 تريد ذهب ذهب غالي وأنا قلت له أنت ما صار عندي أشد الذهب الذهب غالي ويومية داعيني بالذهب شنو المطلوب سيدي؟ يعني افتهمت سؤالك أنه أنت يوم الأيام أخذت ذهب من زوجتك بعنوان قرضة مو شيء قرضتها؟ نعم ولاي وبعته ب 900 ألف دينار. نعم والآن الذهب مرتفع وهي تريد الذهبات مالتها. نعم أنت لما اقترضت من عندها اقترضت الذهب لو اقترضت 900 ألف؟ لا ذهب يا قلت له أنا لم تماسل عندي أرجع الذهب. أحسنت أشكرك يا أبو علي إن شاء الله أبين المشكلة حياك الله بارك الله. إخواني نرجع إلى الأخوة اللي اتصلوا حتى نجاوب عليهم واحد واحد. الأخ يقول هل صحيح أن أذان الفجر لا هي جاوبنا أذان الفجر 14 دقيقة. الأخ أبو جعفر يقول زوجتي تأخذ الأموال من جيبي من دون إذني. تدرون للأسف بعض الأخوات بعض الزوجات ما دام على حال فلوس الزوج أمامها بجيبه بالسترة بالجاكيت بالكذا تأخذ تخليه على جنب. هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز ذلك. يعني لأخت اللي تأخذ فلوس من جيب زوجها بدون إذنه يعني كأنما سرقت من الناس. شلون واحد يمد إيده بجيب الناس يسرق؟ فلأن جيب زوجها مو جيبها جيب الزوج مو جيبه. وسيدة زوجتي بس مو أنا أنا فلوسي زوجتي ما لحقت من إيدها على جيبي إذا أنا ما آذن إلها. بعض الأزواج جزاهم الله خير مطي حرية زوجته بابا أنت عزيزتي وأنت أمينة وأنت عزيزة بكيفك فلوسي فلوسك وأنت هذا إذن عام وجيد. بعض الأزواج يعرفون زوجاتهم شوية على حال يسرفن زايد ويتلفن فيقول ما أسمح لك تأخذين أخذي إذن أما بدون إذني أنا ما أجوزك. لا يجوز للزوجة أن تمد يدها في جيب زوجها لأخذ ماله سمو للجيب حاطة على الميز حاطة على ما أدري الرف بالغرفة وهي شيلة. لا يجوز ذلك إلا بإذنه. فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ما يحل واحد يأخذ فلوسه إلا بطيبة من نفسه يعني برضاي بدون رضاي لا يجوز ذلك أبدا. حسين يقول بيع البنزين خارج المحطات يجوز ذلك أو لا؟ شوف حبيبي القانون شي يقول إذا كان القانون يمنع سمح السيد يقول أنا أمنع لأن السيد يعتبر أن الالتزام بالقوانين شيء لازم كل القوانين. تقول سيدة أشوف البلد ما أدري شلون السيد يقول البلد مش شلون أنا مو يم البلد أنا أقول القوانين لازم تمشي عفوا أنا مو يم اللي يجري بالمجتمع اللي يجري بالمجتمع هواي مخالفات بس اللي أقول أنه لابد أن يصير أن الالتزام بالقانون. إذا كان بيع البنزين خارج المحطات على أي حال خلاف القانون ما يجوز. واحد يجي يقول سيد أكو محطة بعيدة عنا 30-40 كيلو والناس على حال بحاجة أنا بمقدار اللي أقدر أجيب كذا وأقضي حاجات الناس بهذا الشكل. قلت إذا هذا المقدار القانون يجوزه ما في مشكلة يعني قانون يرخص لا إشكال في ذلك ولكن يعرفوا أنه الخطورة والحذر والبنزين هواية خطر فلازم الإنسان أن يحافظ على نفسه وعلى بيته. وللأسف أنا أشوف بعض البيوت بيها براميل بنزين يبيعون
هذا إذا صار أي حادث، أي قطف سيجارة أو عقب سيجارة، قد البيت كله يحترق ويحرق المنطقة. فلا بد الأمور أن تكون ضمن القانون وضمن السياقات القانونية. نور يقول، تقول: عثرنا على قرآن في المقبرة مبعثر وممزق وأوراق مبعثرة، أخذناها ورتبناها ونظفناها وعدلناها وخليناها، في إشكال؟ لا، لا إشكال. حفظ القرآن من الإهانة، حفظ القرآن من الانتهاك والتوهين، هذا واجب، واجب على كل مسلم. إذا شاف القرآن يهان أو في مكان مهان أو أنه في معرض التلف، معرض الإهانة، لابد الإنسان أن يحافظ على كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير اللي سويته وجيد. يقول لي أنا شو أسوي به الآن مزق؟ تقدرون تدفنوه في مكان نظيف، مكان ما بي بالوعة، ما بي مجاري، تقدرون تدفنوه حتى تحافظون على حال، على احترامه. أبو محمد يقول: صدق صلاة الفجر 15 دقيقة 13 دقيقة لازم أأخر عن الأذان؟ نعم، لابد من تأخيري من باب الاحتياط، تأخير صلاة الفجر عن الأذان من 13 إلى 15 دقيقة. ولكن الأخ يقول: أنا مستعجل، أنا عندي دوام، مرتبط بدوام، لازم حسب تعبيره أنه أصلي هنا وأروح للدوام بسرعة، يعني ما أقدر أتأخر. جيد، أرجع على غير السيد في هالمسألة. غير السيد من المراجع، مراجع الأعلم فالأعلم، الأعلم فالأعلم من المراجع، بعضهم يجوزون، فارجع إلى مرجع يقول بجواز ذلك، ما في مشكلة، تقدر تستعجل بصلاتك، تصليها بمجرد أن يأذن، رجوعا إلى غير السيد في هذه المسألة. سيد رعد يقول: صلاة الصبح فقط التأخير، التأخير فقط فيها أم في الصلوات الأخرى؟ لا، فقط صلاة الصبح. صلاة الظهر بس يأذن تقدر تقوم تصلي، صلاة المغرب بس يأذن تقدر تقوم تصلي، فقط صلاة الصبح لوجود روايات سمحت السيد عليه حال من خلال هالروايات يحتاط. عبد الله يقول: أنا أخطأ في الصلاة بالكلمات، يمكن مثلا فد آية أنساها، كلمة أقولها وهي خطأانة أو خطأ فيها، شنو اللي أسوي؟ جواب: كرر كرر. اسمعوا الآن، أنا جالس أصلي: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراطي الذين، يعني هذا خطأ، هذا خطأ، فلما أخطأت أقدر أرجع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، أنا أبدأ يعني أعود وأصلح. فإذا أخطأت يجوزك أن ترجع، يعني تكرر وتصلح الخطأ، لا إشكال في ذلك. مو الإنسان إذا قرأ حتى لو خطأ يمشي، لا، لازم يرجع يعدلها ويمشي يكمل صلاته. يقول: أنا أروح للصيد، أصيد يعني في البر، وفي واقع الحال مو للونسة، مو أكو الصيد اللهوي، إخواني الصيد اللهوي حرام. شنو يعني الصيد اللهوي؟ يعني أنا أروح حتى بس هتشي من باب ينقضي وقت وألتهي ولهو، الإسلام ما يجوز اللهو. فنقول: سيدنا شلون أنا أتونس؟ أتونس ولكن على حال يكون في الشكل الحلال، الونسة والتفريح على النفس والترويح على النفس لابد أن يكون بأمر محلل. الإسلام العزيز يقول الصيد اللهو حرام. أما إذا أنت رايح تصيد، رايح تصيد ولكن مو بس للهو، وإنما حتى تقوي إصابتك، يعني النيشان شون تنيشن، أو تقوي مهاراتك، أو تروح عن نفسك، لأن أنت عندك كآبة، إن صح التعبير، عندك كآبة، عندك كذا، والدكاتر قال شوية ريح عن نفسك، أنا أروح حتى أروح عن نفسي. فأي غرض عقلائي أو أي غرض مقبول شرعا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. أبو زهراء يقول: أنا حماية قاضي جنايات، وهذا القاضي يقضي بالإعدام، يقضي بالمؤبد، يقضي بالكذا،
أنا شلون مسؤول؟ لا أنت ما مسؤول، القاضي هو مسؤول أمام الله إذا كان يقضي بالغلط بالظلم، أما أنت لا، أنت رجال على حال حمايته، والحماية ما يتحمل ما يقوم به القاضي إذا كان هناك لا سمح الله ظلامات ومفاسد ومظالم. أبو محمد يقول الوالدة ما تتمكن تصلي على الأرض، يعني رجليها وركبها تألمها، فيمكن تصلي على الكرسي؟ الجواب نعم، إذا ما يمكن لها أن تقعد في الأرض وتصلي وتسجد على الأرض فيمكن لها أن تصلي على الكرسي، ولكن لازم توقف تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ الحمد والسورة، بعدين تركع، يعني الركوع ما بيه مشكلة، المشكلة برجليها، تركع وتقوم الركوعها، تقعد على الكرسي وتسجد على الطاولة، وتقعد تسجد على الطاولة وتقوم بحول الله وقوته، تقوم توقف تقرأ الحمد والسورة وهكذا، ففقط في وقت السجود تقعد على الكرسي، أما كل صلاته من قيام وركوع تامين. يقول الأخ أنا شرطي، وقالوا السيد رشيد يقول الشرطة ما عليهم خمس. ليش ما عليهم خمس؟ شنو ليش يعني عندهم استثناء؟ لا يا أخي، أي واحد شرطي، وزير، ما أدري، تاجر، إنسان عاطل، أي واحد إذا كان عنده زيادة في أمواله، يعني زادت وحسب تعبيرنا إضافة وما احتاجها ومر عليها سنة، لازم يخمس. قلت سواء شرطي أو غير شرطي، هذا الحكي اللي يذكر أو ينقل عني فهو كذب. الشرطي أو غير شرطي، أي واحد لسه أنا أعطوني 100,000 دينار ما صرفتها خليتها 100,000 مر عليها سنة، لازم أخمس. سيدنا أنت عندك حاجات ما مأديها، ما يخالف، هاي الفلوس لازم أصرفها، ما صرفتها يجي عليها خمس. شيء الذي يكون على حال زيادة عن الحاجة وما ينصرف لابد أن يتخمس لمرة واحدة طبيعة الحال. زين، أبو علي يقول أنا عندي ستوتة، وأنا قلت وتكلمت وشبكة الرعاية الاجتماعية لابد أن يكونوا حذرين، لابد أن يتقوا الله في الناس الضعفاء، في الناس المساكين. أبو علي من المساكين، مشوا أمره، الله لا يوفق الظالمين اللي يظلمون أبو علي وأمثاله. زين، أم عبد الله تقول جدتي توفيت وتركت كفنا ما كفنوها، حاطة كفن مسكينة وهذا الكفن بقى من سنة 83 إلى الآن، يعني قبل 40 سنة. زين، حجية هذه حاطتها علما، هذا للورثة، إما الورثة هم يعني بيناتهم يتفقون يوزعوه، أو واحدة من عندهم تأخذها بإجازة الورثة الآخرين، لا إشكال في ذلك. محمد يقول أنا شخص مطلوب صلاة وصوم وأريد أبري ذمتي وأطلع من الدنيا وذمتي بريئة، شو أسوي؟ واضح اللي عليك سوي، ما مصلي فترة حاول شوي شوي تقضي قضاء الصلاة، عليك صوم ما صمته حاول أن تقضي، ما دام الله سبحانه وتعالى مطينا صحة وسلامة وعدنا فرصة عمر خلي نأدي اللي علينا، بس بدون أن تتعقد يصير عندك عقدة وها وشلون رب العالمين، لا، الله غفور رحيم ولكن بشرطها وشروطها. الله مغفرته ورحمته وعلى حال سماحته أنه نأدي اللي علينا، ما دام أنا على قيد الحياة أدي اللي علي من الصلاة ومن الصيام، وإذا أكو في ذمتي حقوق للناس ارتكبت لا سمح الله معاصي أستغفر الله وأتوب إليه وأبتعد عن الحرام وأخرج من الدنيا طاهرا مطهرا، بمن؟ بأداء الواجبات وشنو؟ والحقوق الشرعية والاستغفار والتوبة والعمل الصالح. أبو علي يقول أنا اقترضت الذهب من زوجتي فترة قبل، يعني فترة طويلة، والذهب لما اقترضته كان سعره 900,000، والآن نفس الذهب يمكن بالملايين، وشنو اللي أسوي؟ لابد أن ترجع الذهب، اقترض الذهب ترجع ذهب،
وتقول مو ارتفع سعره، على حال هي تريد ذهبات المرأة، تقول ما عندي، خل تنتظرك الزوجة، الزوجة خل تنتظر، لأنه الإنسان المعسور اللي ما عنده، الإسلام يقول فنظرة إلى ميسرة، انتظروا إلى الله ييسر عليه. أما إذا عندك لازم تشتري لها ذهب بالمقدار اللي أخذته من عندها، 10 مثاقيل ترجع 10 مثاقيل، مثقالين ترجع لمثقالين. أما سعره والله سيدنا بالملايين، على حال هي تريد ذهباته، هي تريد ذهباته، هي ما تريد الفلوس، الفلوس هي ما أعطتك الفلوس، أعطتك ذهب ويرجع ذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا، ويعافي جرحانا، ويصلح أمورنا. اللهم أصلح أمور المسلمين محمد وآله الطاهرين. لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.